يا ويل. انا جيت نورت البيت سامسونج جالاكسي اس 6 الجديد، شاشه كبيره وتاتش حراري سريع على الديت، يوتيوب وبلاي ستيشن وواتساب خطير واتساب خطير، كاميرا اماميه تصور سيلفي تصور فيديو خطير، والخلفيه دي فيها فلاش بيصور صبح وليل، واتساب وام بي 3 والبطاريه تعيش كتير بتعيش كتير، فيسبوك وشارح وتشغل ياهو راديو كمان، هتلاقي معهم شحن هاند فري والوصلان، واي فاي وتشغل نت ولو قاعد في الصحراء كمان في الصحراء كمان. الحقيقة ابو عمو اشتري جهازنا قبل ما يخلص، ده جالاكسي جهاز بضمان والشحن عمره ما يخلص، تطلبنا نجيب قدام البيت والسعر ده عمره ما يغلى، وكمان ضمان سنتين وجهازنا ده عمره ما يسخن. نحب الدردشة احنا ملوك الفرفشة، سامسونج جالاكسي اس 6 احدث جهاز وبيشغل الفيسبوك والواتساب والماسنجر والياهو واليوتيوب، ومعاه ضمان ضد عيوب الصناعه وبارخص سعر في مصر. يا ويل.